يا صفا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اخوتي غادي ندير لكم كيو اند اي. كما عرفتوا الاولى اللي كنا درناها كنا كملنا 20,000 سبسكرايب، ودابا كملنا 40,000 واحد، تقريبا دابا قول 45,000. كما قلت لكم في ستوري، اي واحد عنده شي سؤال يخليه لي في هذا البوست هذا في لي كومونتير، وتقريبا جاتني اكثر من 350 كومونتير، يعني 350 سؤال ديالكم. الوغ ما نطولش عليكم اخوتي، وندخلوا في كيو اند اي. انا نبقى نازل، يبان لي شي سؤال مزيان غادي نجاوب عليه. كاين لقيت واحد السؤال مزيان، واش كتحلم تخرج برا المغرب ودير فيه بروجيات جداد؟ بصراحه وبزاف. ديجا انا عندي، بغيت ندير بروجيات هنا في المغرب، بغيت ندير شي حاجه واعره، ولكن الدوله ما كتساعدكش والو. يعني انا داكشي اللي عندي في الراس كون بغي نجي نطبقه هنا في المغرب، راه شي حاجه واعره. يعني تخيل غير يخليونا نصوروها بالدرون، دخلنا غير نصوروا حنايا غير بسميتو بالزنقه، يعني في الشارع كيف ما بغينا، راه اقسم بالله غادي نديروا شي حاجه واعره. يعني عندنا تبارك الله، عندنا الكرياتيفز هنا في المغرب بزاف، عندنا المبدعين هكا. يعني تخيلكم انا غادي نبغي نمشي نصور بالدرون، بغيت نشوف شي فوطات بحال هكا من الفوق ديال شاله ولا ديال الودايه ولا شي حاجه، غادي يجي غيوقف عليك تما يضرب لك المينو نيشان. ما عندكش رخصه، ما عندكش شحال من حاجه غادي ديوك. وزيد عليها الا بغيت نصور شي سينيماتيك، تخيلكم غير في الرباط في شي شارع هز الروني ولا شي حاجه كتبغي غادي تصور شي حاجه سينيماتيك، راه يجي تما يوقف عليك الرخصه، ما عندكش، هز لي الماتيريال ديالك ويديه ليا. الوغ ما كيساعدوش بوالو. وي غادي نخرج برا وندير بروجيات جداد، وتما بعدا كيساعدو. اوكي، السؤال ديال فؤاد، خدمتي جوج كليبات البلجغ ان سيليباتير، خدمتيهم تبارك الله واعرين والله في كل شيء من ا حتى زد، ولكن واحد الحاجه اللي انتبهتها انت من هاد فلي طالوناج، علاش ما درتيش؟ كان غادي يطلع واعر. والله حتى سؤال كاين، علاش ما درتش لي طالوناج سيليباتير؟ خاصكم تعرفوا ان جوج كليبات اللي خدمت البنج ماشي انا اللي درت لهم الاديتين، وماشي انا اللي درت لهم لي طالوناج، واحد الدري هو اللي دار لهم لي طالوناج ودا بداك الشيء. تمنيت صراحه، تمنيت تكون درت لي انا المونتاج ودرت لي طالوناج، باسكو غادي ندير شي حاجه واعره، غادي يبانوا هذوك من احسن كليبات، باسكو سيليباتير مصور واعر واعر واعر، تقريبا من احسن الكليب عند البنج باش نكونوا متفقين. كنت ضرب لي طالوناج واعر غادي يبان الفرق، مي اش غادي نقول لكم؟ حتى هو اللي كيقول فهمتيني، واش بغا بلي طالوناج ولا ما بغاش، ولا بغا يخليه هكاك ولا بغا يزيد عليه. الوغ يحيى اسماعيلي، شنو هي اول كاميرا بديتي بها وشي ديديكات؟ الله يحفظك. ديديكات ليحيى اسماعيلي، اول كاميرا كنت بديت بها، بديت واحد الكاميرا صغيره والله العظيم، عرفتي دوك الكاميرات اللي كتشدهم بحال هكا وكتحل لها ليكرون، هذيك هي باش بديت. عاد موراها بديت بكانو 1100 هذوك بالنسبه للDSLR. ايوب، فاش كتقرا؟ سالي تقرا يا خويا. ايهاب حفظ الله، سؤال من الجزائر، شكرا بعدا الناس ديال الجزائر، شكرا بزاف حيت كيسيبورتوني بزاف الدراري وبناتو، شكرا لكم بزاف، كنقرا لي كومونتير ديالكم، كنبغيكم بزاف. كيفاش بديتي مشوارك وعرفتي بخدمتك وخليتي اكبر رابور يثقوا فيك ويخدموا معك؟ كيفاش بديتي مشوارك؟ بديتو اخويا عادي، يعني صراحه اي واحد كيشد كاميرا كيبدا يصور، كيشوف لي تيتوريال، كيبدا يبراتيكي. دار اي حاجه قريتها في الانترنت وتعلمتها كنمشي نشدها، كنمشي نبراتيكيها، كنشد كاميرا كنبدا نصور وكنشوف داكشي كيفاش طلع، وديما كنلقى راسي انني كنتحسن. واحد النهار واحد السيد اللي كنوجه له تحيه من هنايا اللي تاق فيا، وكان قال لي علاش ما جيتش تصور ليا واحد الروبورتاج لي الصراحه. شنو نقول لكم، انا براسي ملي كان عيط عليا انا كنت خايف، علاش؟ حيت كنت كنقول واش غنقدر نطلع له شي حاجه واعره، واش حيت ما كنتش تايق في راسي الصراحه. مي شديت كاميرا مشيت صورت، لقيت واحد الحاجه اللي زوينه، كنحط ليه السينيماتيك، كنحط له واحد السينيماتيك زوينه اللي تقريبا الناس كاملين اللي تفرجوا داك الفيديو كلشي كيهضر على ديك لا بارتي اللي كنت درت. ومن بنادم ولا كيقول لي انك واعر في السينيماتيك وهذه، يعني علاش دابا كتشوفوا ديما كنصور ندير لكم ديما السينيماتيك؟ ولا تفرج في الفلوغ الوالد ديالي فلاشين، يعني غادي تشوفوا بلي كنت كندخل واحد السينيماتيك، يعني بنادم حبب لي هذيك السينيماتيك، يقول لي سيمو برافو عليك، ماد كمل، راه السينيماتيك عندك واعر. واحد النهار يعني قلت شوف انه شي حاجه كتبين السينيماتيك ولا شي، يعني بحال افلام ولا شي حاجه، كتلقى ان لي فيديو كليب كتستعمل فيهم داك السينيماتيك بزاف. قلت
انا دابا غادي يعني غادي يكون ديفلوب مزيان في السينيماتيك وكلشي، بنادم كيشكرني وكيقول لي بلي خدمتك واعره، علاش ما ندخلش في ميوزك فيديو؟ يعني ندير لهم الاخراج، واخا نعرف ندير لهم غير يعني غنصور ما ديك لابارتي ديال السينيماتيك ونرتاح. تما هي بداش كطيح لي ديك الفكره ديما، وما عمري طبقتها. يعني عمري مشيت عند شي عمري مشيت عند شي مغني ولا شي حاجه نقول ليه لا حطك نصور لك، هذه ما كايناش. مي شنو كنت كندير؟ كنت كنصور سينيماتيك وكنديرو في الفلوك. يعني دير بحال كتقول كتعمر واحد البورتفوليو ديالك ولا واحد السيفي ديالك وكتخليه للجنب. وكما كتشوفوا انا لا كاليتي من طلعت عندي فلاشين مي خديت سوني 6300. المهم قولوا لي بالصحه، خديت السوني الاسات اس 2. قولوا لي بالصحه خوتي، ما شفتوا انه مشيت الموازين طلعت واحد السينيماتيك واعر اللي كلشي كيشكرني عليه. شديت دوك السينيماتيك خليته للجنب. اي رابو كنتلاقى معاه ولا شي حاجه كنوري عليه. صافي بنادم حب داك السينيماتيك اللي كندير، بنادم ولا كيتيق فيا، الروابا كيتيقوا فيا، الناس الاخرين كيتيقوا فيا. يعني نقول لكم يعني تقدر نقول لكم ان داك السينيماتيك شهرني بزاف، وليت كنفكر عاوتاني ماشي غير السينيماتيك، وليت كنفكر ندير ليه شي لي طالوناج واعر. المهم انا كيف ما كتقولوا نتوما، ماشي انا اللي كنقول، نتوما اللي كتقولوا انني عندي واحد اللمسه ديالي الخاصه ان السينيماتيك يعني كنحطهم واعرين. سو هادشي اللي خلاني اخوتي لايك نخدم مزيان في ميوزيك فيديوز، وبنادم يعترف بيه سينيماتيك كيحتاجوهم في الميوزيك فيديوز، هذاك سي سيو. داكشي اللي خلى زعما يثقوا فيا بزاف ونخدم معاهم. السؤال هذا هضرت فيه بزاف. ميدوكس سيلفا، واش كاين شي امل مع الفرده وشي ديديكاس اخويا؟ ديديكاس خويا ميدوكس. واش كاين شي امل؟ وي كاين جوج، كاين جوج كليبات. الكليب الاولاني راه ان شاء الله دابا كنحطو كلشي، باسكو انا اللي غادي ندير الاخراج، كنكتب كلشي، كنقول لي شنو خاصني، شنو غادي تجيب، شنو ما تجيب، شنو غادير، شنو ما ديرش. فوالا دابا ان شاء الله راه المهم راني كنكتب. خوتي غادي نمشي دابا، نمشي نسير واحد اللعيبه وغادي نجيب السربه. لقيت واحد الهوته، واحد الكرسي، غادي نمشي نجيبو بالسربه ونجي. انا رجعت، الكرسي هو اي 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 سو خديتو. قولوا لي بالصحه، تقدر تصور لي فابور؟ كوري انس، واش الوالده والوالد ديالك راضيين على داكشي اللي كدير؟ طبيعة الحال راضيين عليا، وبزاف بزاف بزاف الشوما اللي كانوا مسيبورتيني من البدايه ديالي كيقولوا لي داكشي اللي كدير زوين. اوكي ما تنساش قرايتك، داكشي اللي كدير زوين ما تنساش قرايتك. وبعد ما ساليت قرايتي ما مشيتش درت داكشي اللي بغاوهم. سوري، حيتاش خصني نحقق الحلم ديالي. والحلم ديالي باش نحققو خاصو شويه الوقت. الوالدين ديالنا كيفما كتعرفوا انهم خاصهم يشوفوك متوظف عندك سالير ديالك صافي، باش ما يبقاوش مشطونين. يعني ما باغيش انا داكشي العباد بنادم يسقم كوموندي عليك، يبقى يهضر يبقى يسبك وكذا. لا 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 الوغ انايا كنت هاد القضيه هادي، مشيت قلت لهم انا تايق في راسي، خلوني ندير داكشي اللي بغيت، وخلوني بقيت غادي في داك الاتجاه فين ميكين فوتوغرافي. انا غادي ونجحت الحمد لله، ودابا راه غادي وكنتقدم. فوالا شكون الفوتوغراف اللي كنتي كتانسبيرا منه؟ الفوتوغراف اللي كنت انسبيرا منه كاين مستر بن براون، بنجامين، و روبرت ستروك. سؤال ديال عبد الرحمن، المستوى الدراسي ديالك؟ والله يوفق. المستوى الدراسي ديالي اخويا باك بلس 2 والله يوفق. شكرا. ياسر بيكا، واش يمكن تلوح شي تراك ديالك شي نهار؟ فكره واعره بعيدا على داكشي، ما نقدر تقدر والله تقدر ندير شي نهار، علاش لا؟ غير ممكن يعني غير نحرشو فيه وصافي، داكشي ديال اليوتيوب وصافي. رضوان بن حمو، واتس يور تري فيفورت يوتيوبرز مروكان؟ تري مروكان تري امريكان. اوكي ثلاثه يوتيوبر مغاربه اللي عزيزين عليا، كاين صدراتي، كاين فرحات انور فرحات، ومسمى صدراتي انور فرحات و ميد بوماس. لا سكوزا، تري امريكانز، جيسي اللي كنت كتعرفو ديال بي في بي برانك فيس برانك اللي كان مع جينا وتخاصم وكذا، وكاين مستر بن براون، وكاين روبرت ستروك. خالد فهد، انت جيمر علاش ما كتلوحش فيديوهات ديال جيمين؟ اي سوير هادشي تدفع عاوتاني. المهم انتم كاش كتشوفوا البلاي راه مشغول ديجا، راه كنقصر بزاف. الصراحه علاش ما كنلوحش فيديوهات في يوتيوب ديال الجيمين؟
ما بغيتش نخربق لاشين، يعني ما بغيتش نلوح الجيمين، نلوح التوتوريالز، الفلوجز، البيان سينز، يو نو، ما بغيتش نخربق هادشي. الو لا عجبكم نتوما، الا بغيتو نتوما نلوح لكم الجيمين قولوا عليا نبوست الجيمين، علاش لا، ندير لكم رينبو، ندير لكم جي تي، ندير لكم غوست ريكون، كورا بي اس. سو يا الا بغيتو كتبوا عليا في الكومونتير هبطوا وكتبوا. الو شوفت بزاف، جاوبت على بزاف، عييت والله تعييت عييت. يوند اي سالات، شكرا بزاف على الاسئله ديالكم، شكرا لاي واحد سول ما زعما ندوزتهمش، راه غادي ندوزهم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. وما كانش اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا يكومونتي ليا واش ندير الجيمين فلاشين، واش نبدا مره نلوح دي فيديو ديال الجيمين. وانت ولا انت الا عندك شي فكره واش نديرها في فلاشين ولا شي فيديو بغيتي نديرو فلاشين، خلي لي في الكومونتير وانا كنقرا لي كومونتير ديالكم وكنقرا لي ميساج ديالكم. سو شكرا بزاف اخوتي، غير هو ما كنقدرش نجاوب على كلشي، اقسم بالله ما كنقدر نجاوب على كلشي، ولكن انت ولا انت اللي كتشوفي فيا راه قريت الميساج ديالك. سو شكرا بزاف، كان معكم ماد، بيس. اي ما سخيتش بكم. 1 2 3 فوكي ما دارين على